انا ابو خلف مواطن مصري 100% زي ما بتقول سون فرصه. بحب الجزائر من زمان خصوصا في الرياضه، بشجع الزمالك والمنتخب الجزائري، وبحب اتابع البطوله بتاع في الجزائر عشان الجماهير. شوف بدات من الدوم الناف ماتش تاع مصر والجزائر في البليده، هذا الماتش تاع 3-1 تاع مطمور وجبور وغزال. هذا الماتش كي شفتو عجبوني الحراره تاع الجزائرية. من هذا الماتش بديت سيبورتي الجزائر، قلت ان شاء الله يروحوا كوب دي موند. سيبورتي الجزائر برك هذا ما كان غير يعني سيبورتيها في الكيب ناسيونال، ما في كوب دي موند كي كنت تشوف ما نشوفش لي ماتش ما سيبورتيش، كنت غير نشوف علم الجزائر برك غير نشوف ونفرح يطلع المورال. ليسونسيال حبيتها اوم ديرمان كي جات فرحت بزاف، كان يعني اول خطره نفرح ملي سيبورتي بالو خاطر سيبورتي الزمالك والحالات تاعنا ماشي مليحه. ليسونسيال فرحت بزاف سورتو كي شفت لي زالجيري هما يديفيلو وبدينا سيبورتي الجزائر، هذه هي البدايه. ومن بعد وليت نعرف لي زالجيريان من فيسبوك، ولا عندي بزاف صحاب، وليت نعرف الجزائر العادات التقاليد الماكله العقليه الهبال لونفيونس سكارا كلش، وليت نحب الجزائر كي شغل وليدها وديروا لي اسدوز ونتهنى. كيفاش تعلمت اللهجه تاع الجزائر؟ انا نحب الجزائر من الدوم الناف دوم الدوز، بديت شويه نتعلم اللهجه كي بديت نسمع اغاني تاع الجزائر سورتو تاع الكيب ناسيونال. ومن بعد ما كنت نفهم والو، كنت نسمع الاغنيه نفهم والو، بصح يعجبني اللحن. من بعد وليت نعرف لي زالجيريا في الفيسبوك، كي وليت نعرف لي زالجيريا بديت نهضر معاهم سقسي على الاغنيه، هذه الكلمه واش معناتها، هذه الكلمه واش معناتها، خطره على خطره وليت نجبد هكذا المعنى. ومن بعد وليت نشوف لي فيلم تاع الجزائر كيما 10 على 10 بيبيش بيبيش تحت المراقبه، كان بزاف وليت نعرف النطق. بصح انا مازال ما نهدرش مليح، نهضر شويه كيما الزماقرة اللي زي مقري، مع الوقت ان شاء الله نتعلم. تطيبي باجيري الاغنية اللي عجبتني، كاين اغاني بزاف يعجبوك في الجزائر، الجزائر قاعد تعرف تغني وتستمتع باسكو اللهجة تعاون، كي تسمع اللهجة تخرج من الفم فيها اللحن والنغمة. كيما يقولوا الي ليبر الي ليبر اوه الي الي الي، كاين اغاني بزاف ما يخلصوش. شوف كان بزاف نغلي لك تاع غير تنوي ويجيك الشنوي جايب بالخلوي في الفيراجي نودلول واللي بالغدرة راح ينوي بالهدرة يدوي قولوا له يبرا مهبول. كاين بزاف ما يخلصوش، مام الياس ما يغنوا مليح. شوف انا الياس ما يغنوا فيها اللحن اللهجه اللهجه اللي حس يربي عندهم الحراره، مي تشوف النيفو في اللاعبين ما كانش. الجماهير الجزائرية عندهم الجو تاع الفيراج تاع المدرج تاع هما كي يدخلوا كاع يعرفوا يغنوا، واللهجة تعاونهم فيها فيها اللحن فيها النغمة. حنا في مصر لا ماشي هكذا، الالترا برك والالترا دوك ما يدخلوش، واللهجة تاعنا ما تعاونناش كي نغني حنايا فيها صراخ. بصح لي زالجيريا لا بارتو يديروا الهول بارتو يعرفوا يغنوا. حنا بكري قبل الالترا
هنا مولودية لعبت مع الزمالك دومل سانك. استاد قاعد عمر لي في ميجا في مصر كانوا يقولوا ضربونا بالصواريخ ما يعرفوش كانوا يحسبوا الشمالي هذيك المائب وما يعرفوش هذا ما كان بزاع لي زالجيريا كيشغلوا مصغرون مولود في المدرج مفروه ولا لا ما عرفش يغنوا كاع ما عرفش في الكورتين ما احنا في الالترا على بالنا لهجه ما تعاوناش هذه هي عنتر يحيى ما كاش تزيرو يكرهو هذا عنتر يحيى الكشمر تاعهم واللي فرح تزيرو فرحنا بزاف في ماركة هاد البيت وتزير راحت كوب دي مونت وتزاد لي البلاد هاد الذكرى 18 نوفمبر 2009 جامين ينساوها كاع جامين ينساوها بما عنتر يحيى صعبه الى منتزه اول حاجه العام اللي فات جيت سمانه رحت في الجي بارك ما كانش الوقت وما قدرتش نروح لواحد اخرى بصح هذا العام جيت 25 يوم زرت سبعة ولايات هما الجي بالترتيب الجي والجي وهران بليدا شلف كفنطينة وبجاية وسطيف اكثر ولايه عجبتني زرتها بجاية الطبيعه والسحر فيها الجبال والبحر وهكذا المدينه نظيفه مليحه عجبتني بزاف هذه اكثر ولايه عجبتني ما من ولايه واحده اخرى ما سطيف سطيف انظف ولايه شفتها كلش ملاح كلش كلش ما من الشعب الشعب التعامل مليح وشعب طيب يتهلا جال هذه شوف لي زالجيريا ماشي حقارين ماشي كما كانوا يقولوا في الميديا بكري كي تروح يشوفوك ماشي تزيري حقروك يضربوك هذه ماكش منها لي زالجيريا تهلاو في ضياف لي زالجيريا في رايي انا اطيب شعب في الدنيا الشعب اللي عجبني في الجزائر كان بزاف كيما المحاجب الشخشوخه الرشته مليحه وانا مانيش مولف عليها بصح كي كليتها عجبتني كل اول خطرنا كلها هنا جاوب كليتها في حياتي عجبتني بزاف وكاين هذه الطاجن فلون تاع الشيكولا اللي طلع تاع مولاي فلون تاع الشيكولا كل عادة الولايه اللي حابب كنت نزورها ونشوفها كاين بزاف كاين مستغان تلمسان كاين جيجل عنابه بصح الوقت ما كاش ما من الصحراء ان شاء الله الخطره اللي جايه نزورهم كاع قاعد زرت سبعه بقى لي 41 ومرسي ولايه 49 مال 42 ان شاء الله تهلا ليزم تهلا في روح ايوه صح